السلام عليكم خوتي، واش راكم لاباس بخير؟ بو بالك الاغلبيه شافوا الحوار اللي دار البارح بين فوزي لقجع وقناه وسمها هاديه اون تايم هاديه المصريه. نعطي لكم الراي تاعي، انا جيت نمد الراي تاعي، كل واحد عنده راي، ونعطي لكم الراي تاعي. واش المقصود من هذا الحوار هذا كامل؟ المقصود من الحوار هذا كامل هو التحالف مع مصر. تحالف مع مصر يعني نقدروا نقولوا فوزي لقجع شم حاجة وبدا يتحالف مع مصر باللي جيبوه كيما قلوا لازم نجبدوا مصر لينا، وهو عنده مشاكل مع مصر من بكري. هذا كيما قلوا حدث استباقي، يعني القجع استبق الجزائر لأن الجزائر عندها مشاكل مع القجع، ومصريين دوك تشوفوا معلق الحصة باش تفهموني واش راني نهضر، عندهم مشاكل مع القجع. يعني هنا مع تاع الأقمصة اللي صارت كذا يقدر يكون باريزوب تحالف بين الجزائر ومصر كيما قلوا باش يطيحوا الإمبراطورية هذه تاع موتسيبي والقجاع والجماعة، راكم شايفين. فهنا هو دار كيما قلوا حاجة استباقية يبيض الصورة تاعو مع مصر وباش يتحالف مع مصر باش يجبد مصر ليه، لأن ممكن كيما قلوا الزملاء أو المحيط تاعو قالوا لازم مصر هذه تجبدوها لينا. نخليكم تسمعوا باش تفهموا، يعني تركزوا واش راني نقول. اسمعوا صاحب الحصة كيفاش، ونجيب لكم في نفس القناة بعد الحصة هذه يعطي لكم توضيحات ويقول باللي لقجع انتي وكذا للشعب المصري انسوا كلاش باش تفهموا القصة. اسمع واش راه يقول. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة يمكن برنامجنا او حلقتنا النهاردة هو لقاء استثنائي مع ضيف استثنائي. ضيفنا بيراه الكثير بانه انجح رئيس اتحاد كرة على الإطلاق، ويراه البعض إن هو أهم أو واحد من أهم المسؤولين عن كرة القدم في إفريقيا وفي الفيفا. أيضا لو جينا شفنا هنلاقيه صعد بسرعة الصاروخ من تنفيذية الكاف إلى تنفيذية الفيفا ليصبح واحد من أهم الشخصيات التي تتخذ القرارات الكروية على مستوى العالم. ضيفنا النهاردة السيد فوزي لقجع، رئيس اتحاد الكرة المغربي أو الجمعية المغربية كما يطلق عليها هنا في المغرب. نرحب بيك وأهلا وسهلا بحضرتك على هذا اللقاء. شكرا على الاستضافة، ولكن أنا اللي أرحب بيك في المغرب. أهلا بيك وبالطاقم الذي يرافقك. بطبيعة الحال هذا الترحيب كان دائما ترحيب للإخوان المصريين في بلدهم الثاني المغرب، كما أن المغاربة لما يكونوا في مصر طبعا يعني دائما يحسون بأنهم في بلدهم الثاني حقيقة، وهذه العلاقة التاريخية يعني هي التي تجعلني لا أركز كثيرا على الترحيب بكم وبالجماهير التي تتابع برنامجكم، وهي فرصة لوجه لها تحية خاصة الجماهير المصرية الشغوفة بكرة القدم. إن شاء الله كل سنة وكرة القدم وجماهير مصر بألف خير إن شاء الله. سيد دوك تسمعوا واش يقول. يقول له باللي انت كيما قلوا شخصيتك مكروهة في مصر، راك افهمني باش تفهم المقصود تاعي تاع البدايه تاع الفيديو. قلت لكم باللي تقريبا حايب يجبد مصر ليه. هنايا فوزي القجاع طبلعيط هو اللي دار الحصه هذه، يعني هو عرض للتلفزيون هذا يعطى لهم تيبا و باش كيما نقولوا نديروا تحالف، يعني خادمينها مع صحافه كيما احنا في الجزائر. الصحافه كيحبوا ينحوا واحد يحرشوا عليه واحد، وكيحبوا يطلعوا واحد حتى ومشي قاري يطلعوه، راكم شايفين. فهو يستعمل هذه الطريقه هذه. اسمعوا واش يقول له منشط الحصه باش تفهموا الحوار هذا كاع على واش دار في هذه البدايه. اسمع. فوزي لقجع يعني هبدا مع حضرتك مباشره دون زي احنا ما بنقول في مصر لف او دوران. ليه دايما او بيرى الكثير ان صوره حضرتك في مصر ليست الصوره الافضل، هي صوره سلبيه، انك حضرتك دايما ضد مصر، ضد اي قرارات ممكن في سواء المنتخبات او انديه. الصوره دي موجوده ليه؟ انا في الحقيقه هذا الانطباع ما كانش عندي ابدا، اتكلم معك يعني بكل صراحه. انطباعي كان دائما ان علاقتي مع الاخوه المصريين كما قلت كجميع المغاربه لما ازور مصر وزرتها
فهمتوا يعني البدايه تاع الحوار بدات بهذا النقطه هذايا باش كيما نقولوا يصفي روحه مع مصر ويبدا التحالف مع مصر، لان لو كان يبداو تحالفات افريقيه مي نقدر نقول ذكاء ذكاء هذايا كيما نقولوا ما يخليلك حتى باب، يعني شاف عادو شاف مصر مكروه في مصر وعنده مشاكل كبار مع المصريين، مشاكل كبار 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 مع المصريين، وراه قالها له قال له انت دائما ضد مصر وكذا وكذا، وبعد يدخلوا في لي زاربي دوك نخليكم تفهموا هذه هذا الحصه داروها على جال هذا الشيء باش كيما نقولوا يبدا يردي في مصر ويدخل معاهم في التحالفات ويكسب مصر ليه باش ما نكسبوهاش حنا، راكم فاهمين؟ زيد سمع كان في تعيين الحكام للانديه المغربيه او للمنتخب المغربي يقول له يقولوا باللي انت تدخل في كما يقولوا تعيين الحكام. اسمع سيدي انا اقول لك، انا منذ 7 أو 8 سنوات وانا رئيس الجامع الملكي المغربي لكره القدم، ولو كنت اتدخل في تعيين الحكام لكان فريقي اللي هو نهضه بركان بالمناسبه من هنا اتيت لكان فاز ب على الأقل بلقب دوري. فريق نهضة بركان لم يفز بأي لقب دوري لحد الآن. أقصد على هنا راه يتهرب من السؤال ومن بعد الآخر يقول له نو راني نقصد إفريقيا ماشي داخل البطولة تاعكم، مش دخلني أنا في البطولة تاعكم، مش لي حكام في البطولة تاعكم. أسمع المستوى الإفريقي الوطني الوطني لا أقصد على المستوى الإفريقي. أي أنا نجيك، أنا بديت لك أنا بديت لك من الأول. أوكي لأن التدخل في الحكام هي ثقافة. لو كان لو كان عندي هذه السلطة لأتدخل في تعيين حكام المنتخبات الوطنية لفاز المنتخب المغربي بكأس أفريقيا. يا أخي راني جايك دوك نجاوبه. احنا المنتخب المغربي لم يفز من بكأس أفريقيا منذ 1976، كان عمري 6 سنوات آنذاك، كان عمري 6 سنوات. إذا كان بإمكاني انه في اقل من في عمر اقل من 6 سنوات اتدخل في تعيين حكام افريقيا فهذا اشكال اخر ونقاش اخر. ليه الكلام ده بيطلع على حضرتك بالذات؟ انا السيد فوزي لقجع، انا اقول لك الكلام بيتم تردده ما بين حين واخر. انا شوف انا اذا بغيت نتكلموا فيما يتردد من احاديث وفيما يقال هذا المستوى اتركه جانبا. يعني انا اتحدث داخل المؤسسات ولا حتى تدافع عن نفسك؟ انا اتحدث داخل المؤسسات الرسميه وقراراتها الرسميه. اذا كان هناك حكم في القاره الافريقيه تكلمت معه في يوم من الايام او طلبت منه في يوم من الايام، الان خذ اخر مباراه خاضها فريق نهضه بركان ضد الفريق الليبي والحكم بالمناسبه كان مصري محمد معروف، واش احنا تدخلنا في الحكم؟ الاخوان الليبيين قالوا بان الحكم المصري يعني تدخلت فيها الجماعة، هذا رأيهم، ولكن الواقع شيء والكلام بإمكان أي أحد أن يبرر موقف أو وضع معين بيده. الإشكال الحقيقي اليوم هو أن نفكر جماعيا في تطوير مستوى كرة القدم ومن بينها تطوير مستوى حكامنا. وبالمناسبة فأهني الاتحاد المصري لأنه هو إلى جانب الاتحاد المغربي هم الاتحادين الوحيدين اللي عملوا على يعني نشر الظهر في البطولات الوطنية. هذا هو الأمل لتطوير تحلل التحكيم الأفريقي. يا سي لقجع الفار حنايا في لاكوب دافريك الأخرانية ما صفرنا ما خدمش لجهتنا، ما خدمش والو، جامي صفر ولا حبسوا راحوا شافوا الفار. هذه النقطة الأولانية. النقطة الثانية تقول لو كان جيت نخدم الحكام باغ اكزومبل كان راني ديت لاكوب دافريك، لأن ما راكش وحدك في القاف. ما ننساوش باللي نتايا كي تخدم الحكام تخدمهم ضد بلدان اللي ما عندهمش قرارات في الكاف، راك شايف باش تنحيهم تزيحهم البطولة كيما الجزائر كانت قوة ضاربة في الفوتبول دائما الحكام ومع تواطؤ جزائريين. راك تسمع حفيظ الدراجي، حفيظ الدراجي راك تسمع نقعد نعاود نعييك، مع تواطؤ جزائريين شروا الحكام ومنها تاع لاكوب دافريكا ديال اللي فاتت والماتش تاع الكاميرون وكذا. ما راكش وحدك في الكاف، يعني كاين ناس ثانيك راهم في الكاف. انت كي طحت مع جنوب افريقيا راك فاهم، كي طحت مع جنوب افريقيا يا موتسيبي نفس اللعبات اللي لعبوا انتوما، كيف حبيت تشري الحكام ضد موتسيبي؟ يا هو رئيس الاتحادية كي وصلت للصح والحاكم خدم خدمته بلا تحايلات لأن موتسيبي هو رئيس الاتحادية وانت تاني راك مسيطر ومسيطرين في زوج، خليتوها مبارزة كما نقولوا شفافة، مبارزة شفافة خرج. يعني
كي ما تديش لاكوب دافريك ماشي معناتها انك ما راكش تخدم في لي زاربيت، لان راك طيح في مع منتخبات اللي عندهم كيما نقولوا هما ثانيك وزن افريقي داخل الكاف، يعني ما تقدرش تشري لاربيت مع ناس قويين في الافريق، كي طيح مع بلادهم ما يقدرش يبيع لك الماتش، ماشي كيما التوانا يبيعوا الماتش، راه شفتوا التوانا يبيع لك الماتش، يبيع الماتش على جال مصالح شخصيه، راكو فاهمين ولا لا؟ لا نجيكم للموضوع تاع الثاني هذايا باش تفهم القصة والراهي، ومن بعد هاوليك بدات تطبل في نفس يعني القصة. يعني ايه قصة؟ يعني ايه قصة؟ تعالوا بقى للخناقة اللي عشنا عليها والمؤامرة ولقجع قلنا واسمه قصامة كيفاش كان يداوي دائما في المغرب وقال لك الباسبور تاعو معمر بلي كاشي تاع المغرب. وقالوها مغاربة مش احنا، صحفيين حرار مغاربة قال لك عنده علاقات جد وطيدة مع الغجاء، راك شايف؟ جاوب مغاربة ما تجاوبناش احنا، اسمع. هي القصة اللي عشنا عليها 35 سنة للماتش اتلعب في المغرب، والموضوع اللي عشنا عليه كتير، وقعدنا ناخد حد يرد علينا، حد يطلع من اتحاد الكرة يرد علينا. الراجل قال لك الاتحاد الأفريقي بعت لنا وبعت الاتحاد المصري، احنا عندنا فريق بيشارك فبعتنا قلنا اه عايزين، الاتحاد المصري قال مش عايز، خلاص. بس كده؟ هو ده؟ يعني محمد لسه سأل السؤال وادي الإجابة اللي احنا عشنا عليها شهور وشهور وشهور وخلافاته. ايوه خلاص خلاص خلص الموضوع. الحقيقة لقاء انا عجبني جدا، لقاء دل ان احنا بنعمل خناقات ساعات من لا شيء، وممكن بتصريح من صاحب الشأن انه يطلع كده يوضح لنا القصة، ما نروحش في خناقة هنا ولا خناقة هنا. اتحاد الكرة لو طلع لنا الموضوع كذا كذا، حتى لو قلنا اتحاد الكرة غلطان، مش هنخش في خناقات مع جانب مغربي ولا هنا ولا خلاف ولا اختلافات وجهة نظر، ونقعد ناخد وندي وناس بتحبنا واحنا نخش معاهم في قصة، وبعد كده بعد فين وفين نلاقي الدنيا كلها تمام. انا بصراحة بحيي محمد ليسي جدا، بحيي الاستاذ فوزي لقشع جدا، لقاء رائع جدا، لقاء هايل جدا، لقاء بين الحقائق، ما فيش موضوع تاني. لان جبدوا له بدا يدير هكذا، لان جبدوا له كيما نقولوا القضيه تاع مصر باش تشوف باللي هنا راه تبيض الوجه، ما كان والو كدا هاي خرجت الحمد لله سلامات. هنا تعرفوا القصه، الحوار هذا كاع دار كيما نقولوا لقجع شمع فايس، راه حايب يجبد مصر للجهه تاعو. هذا هو اللقاء، ماشي باش يبيض للناس ولا نو، هنا راهو لقجع حايب كيما نقولوا يجيب مصر ليه، يجيبها لجهته باش ما تديهاش الجزائر لجهتها. هذا هو هذا وجهة نظري باينة، جبت لكم اللقطات اللي تعطي ملامح قوية لهذا الشيء اللي راني نقول فيه. هذا واش نقدر نقول لكم خوتي، شتو الناس كيفاش تتحالف ودير تحالفات وكذا، وحنا نديروا تحالفات ضد بعضنا داخل الجزائر. قلت لكم المشكل تاعنا راهو داخل الجزائر يا خوتي، المشكل تاعنا لازم لي كومبلو هذوما كاع نحوهم، ونجيبوا ناس اللي تحب البلاد وما تحبش المنصب، تحب البلاد تخدم على جال البلاد، تضرب على جال البلاد مش على جال مصالحها. سلام.